امبارح في أسوان انطلقت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته العاشرة، واللي هيستمر لحد يوم 22 فبراير الجاري بمشاركة 21 فرقة دولية ومحلية. جمال، صحيح، كمان مراسم انطلاق الفعاليات شهدت عروض فنية على المراكب النيلية بمدينة أسوان، واللي تم تنفيذها بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل في مشهد طبعا يعني بديع، هي لفت انتباه كل المشاركين. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. جينا نشارك في المهرجان الدولي للثقافة والفنون بمناسبة تعامد الشمس على تمثال أبو سمبل في الفترة من 16 ل 22. فرقة جنى الفنون الشعبية اللي شايفينها حضراتكم دي، كل الفرق تشارك في مهرجان تعامد الشمس على أبو سمبل. الحمد لله، إن شاء الله بإذن الله النهارده الافتتاح. في حاليا هيتم موسم المراكب الشرعية في النيل، الافتتاح النهارده الساعة 7 مساء على مسرح فوزي فوزي على البحر. فرقة الشرقية الفنون الشعبية انشئت عام 1968. طبعا الفرقة اليوم بتشارك في تعامد الشمس على أبو سمبل، ودي مش أول مرة. جميع المشاركات في أسوان في تعامد الشمس لنا الشرف إن احنا بنشارك والفرقة بتشارك، واحنا بنصبح على أهل أسوان وبنقول سنة وانتم طيبين. تاريخ طويل للأقصر وفرق الأقصر، وطبعا احنا بنرحب بضيوفنا الموجودين الفرق المصرية والفرق الأجنبية وشرفتونا. بنقدم رسالة حب وسلام من محافظة شمال سيناء لجمهورية مصر كل العربية كلها، انه المهرجان شغال ودول العالم مشاركة ومهرجان جميل والناس مشاركة معانا وفرحانين. نحن جايين هنا عشان نشارك بفرقة الخليل للثقافة والتراث النوبي، فرقة الخليل للثقافة والتراث النوبي، ونشارك في مهرجان تعامد الشمس. عشان نتعرف أكتر على فعاليات وأنشطة هذا المهرجان معنا عبر الهاتف الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف أهم الفعاليات والأنشطة الموجودة في المهرجان. مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بيقام في شهر 2 من كل عام تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل. مهرجان بيقام برعاية وزارة الثقافة دكتورة نبيل الكيلاني ورعاية محافظ أسوان السيد اللواء أشرف عطية. المهرجان بيتم بالتنسيق ما بين هيئة أصول الثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية. بيشارك فيه فرق الفنون الشعبية المصرية التابعة لهيئة أصول الثقافة. بيشارك فيه فرق أجنبية بيتم استضافتها على أرض مصر. بتقضي معانا حوالي أسبوع بيتم تقديم عروضها الفنية سواء كانت الفرق المصرية أو الفرق الأجنبية بمدن محافظة أسوان، ثم المحطة الأخيرة والختام في معبد أبو سمبل لنشهد جميعا ظاهرة تعامد الشمس المقامة سنويا على معبد أبو سمبل على وجه رمسيس الثاني. مشارك معايا السنة دي 10 فرق أجنبية، فرق إندونيسيا والمكسيك واليونان، سلوفيكيا، رومانيا، السودان، بولندا، الفلوجة من فلسطين، كوريا الجنوبية وسريلانكا. ومشارك معايا من الفرقة المصرية كل الفرق اللي بتقدم ألوان الفن الشعبي المصري. فرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكا، وفرقة الشرقية، وفرقة بورسعيد، فرقة الحرية بالأسكندرية، وفرقة سوهاج، وفرقة هنا، وفرقة الأقصر، وفرقة العريش، فرقة مطروح، وفرقة الإسماعيلية. تظاهرة فنية كبيرة بنحتفي بها على أرض محافظة أسوان، بنقدم رسالة حب وسلام لكل شعوب العالم، بنأكد على هويتنا وفننا الشعبي المصري، على حبنا لجميع الشعوب ولجميع الفنون. الحمد لله بنقدم في الافتتاحية ديفيليه بالمراكب على ظهر النيل، ثم العرض المسائي الافتتاحي على مسرح فوزي فوزي، ثم تبدأ العروض الفنية حتى وصول إلى معبد أبو سمبل يوم 22 إن شاء الله.
أستاذ أحمد، يعني بعد التحية طبعا حضرتك تحدثت أنه في عدد من الفرق العربية وأيضا الأجنبية، عايز أعرف من حضرتك يا فندم إزاي المهرجان ده بيساهم في التسويق للسياحة هنا في مصر، وردود الأفعال إيه اللي شفتها من الفرق دي يا فندم؟ المهرجان بيقام بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، خاصة وإن إحنا بنتواجد في معبد أبو سمبل يوم 22 وبنقدم حفل مسائي اللي هو يوم 21 على مسرح السوق بمعبد أبو سمبل. وجودنا على أرض محافظة أسوان في هذا التوقيت هو أساسا بيبقى فيه نسبة سياح موجودة في أسوان بتحب تزور المعابد والآثار المصرية، وفي نفس الوقت بتحب يعني إنها تشاهد الفن الشعبي، فبتكون مشاركة معانا، خاصة وإن إحنا معظم المدن والمواقع في محافظة أسوان إحنا موجودين في 14 موقع ثقافي تابع لهيئة أثور الثقافة ولمحافظة أسوان، بيتم تقديم البرامج الفنية الخاصة بالفرق الفنية المشاركة في المهرجان في هذه المواقع، بتحضرها الوفود الأجنبية، بالإضافة لأن الوفود الأجنبية اللي جاية لنا بفرقها الفنية بتكون مقدمة دعاية في مكانها، وبتكون معروف إن هي جاية تشارك في مهرجان دولي في مصر، فده بيعمل برضو حالة زخم، بالإضافة لأنهم بينقلوا الصورة دي سواء كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تسجيل لعروضهم وتقديمها في دولهم. أنا شايف نسبة سياحة امبارح وإحنا على المراكب في النيل، نسبة سياحة كبيرة موجودة في أسوان. عظيم. المراكب النيلية اللي موجودة في أسوان اللي هي المراكب الفندقية عددها كبير جدا موجود دلوقتي في محافظة أسوان، يعني الحمد لله نسبة السياحة كويسة، وأنا شايف إن هيبقى في نسبة مشاركة جيدة جدا من قبل أهالي أسوان للمهرجان، لأنه بيعتبر مهرجانهم، وفي نفس الوقت هم بيدعوا كمان السياح اللي موجودين في المعابد بالنهار إنها تحضر عروضنا بالليل. عظيم، تظاهرة فنية مهمة جدا زي ما حضرتك ذكرت، وفرصة كمان لتبادل الثقافات بين الفرق المشاركة سواء المصرية أو الفرق الأجنبية كمان الموجودة. هل في أي نوع من أنواع العروض المشتركة بين هذه الفرق؟ يا فندم، العرض الافتتاحي تم مشاركة جميع الفرق المصرية عليه والفرق الأجنبية بعدد 21 فرقة، قدمنا عرض الافتتاح بالأمس، وإن شاء الله في عرض جماعي في معبد أبو سمبل نهار التعامد، وسيسبقه عرض جماعي في مدينة أبو سمبل في مسرح مكشوف كبير بتحضره كل جماهير وأهالي مدينة أبو سمبل، وبيبدأ من بعد الساعة 8 مساء وحتى ظاهرة التعامد، نتوجه إلى المعبد لنشهد ظاهرة التعامد. طيب يا فندم، بما أن حضرتك ذكرت ظاهرة التعامد، لو تقول لنا يعني وجه الارتباط بين المهرجان وظاهرة التعامد، أعتقد أن يمكن ظاهرة التعامد كمان بتحصل مرتين في السنة. ظاهرة التعامد بتحصل مرتين في السنة، بتحصل في شهر 10 وبتحصل صحيح في شهر فبراير. مين؟ شهر فبراير، وإحنا مشاركين بمهرجان محلي في بفرقنا في شهر 10 في أسوان، أما في شهر 2 بيكون المهرجان الدولي. هذه الظاهرة ظاهرة بتلفت أنظار العالم، ولأن الفنون هي أكثر لغة في التواصل الثقافي والفني بين الشعوب، فإحنا بنقدم مهرجان فني مع هذه الظاهرة لإلقاء الضوء على فنون الدول وعلى لغة التواصل بين الشعوب من خلال هذه الفنون، وأيضا نلقي الضوء على ظاهرة فنية وتاريخية، ظاهرة مناخية فريدة من نوعها موجودة على أرض مصر، وهي تعامد الشمس يوم 22/10 على وجه الملك رمسيس الثاني، ويوم 22 فبراير على وجه الملك رمسيس الثاني، ظاهرة يعني إعجازية أو صحيح. معجزة بمعنى أصح، إن ده بيتم سنويا ولا تغيب الحمد لله الشمس، ودائما هذه التظاهرة بتلفت أنظار العالم، ويكون في نسبة حضور كبير جدا في المعبد. إحنا بنبدأ نتوجه للمعبد من الساعة 3 فجرا لنشهد هذه الظاهرة مع بداية طلوع الشمس مع بداية النهار. بكل تأكيد يا فندم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الجهود، ونتمنى الفرق كمان نتمنى الحظ والتوفيق لكل الفرق المشاركة. نشكر الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون.